ايه عايزة أتكلم على الشوارع كمان. في شارع أنا كنت ماشية في الحسين، ففي شارع اسمه شارع الصنادقية. شارع الصنادقية ده أنا عندي معلومة إن الجبرتي، عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ العظيم، ساكن في الشارع ده. فقعدت أمشي أمشي، يا جماعة فين بيت الجبرتي؟ محدش عارف بيت الجبرتي. فمشيت لآخر الشارع، في نص الشارع كده لقيت مفاجأة كده عظيمة جدا في انتظاري، زقاق المدق اه مكتوبة يافطة بالأزرق. وهنقول ليه بقى اللافتات بتتكتب بالأزرق؟ زقاق المدق. دخلت زقاق المدق ده كأني مسحورة، لقيت شباك حميدة، ولقيت قهوة المعلم كرشة، ده بجد كله زي الفيلم. زي الفيلم وأحلى من الفيلم. بس في بقى حاجة غريبة جدا، عارف طول الشارع ده قد إيه؟ قد ايه؟ طوله 10 متر، عرضه 2 متر. وانا مش فاهمه احنا ليه مش مهتمين ان احنا نعمل من ده مزار سياحي. يعني دي حاجه احنا عظيمه عندنا جدا. الأزقة والحواري في المناطق الشعبية المفروض تتحول إلى شوارع سياحية بديع، الشارع بديع.